تحت رعاية سعادة المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات، انطلقت اليوم أعمال النسخة الثامنة من مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا بمشاركة قرابة 500 قائد وخبير في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في البحرين والمنطقة. في موسمه الثامن انطلق مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا حاملا في جعبته الكثير من المعلومات والاكتشافات التقنية والفنية في مجال تقنية المعلومات يطرحها من خلال العديد من الجلسات وورش العمل بمشاركة نخبة من المتحدثين من داخل البحرين وخارجها يتناولون عددا من موضوعات الساعة التقنية وآخر معطيات هذا القطاع في الأسواق العالمية. قطاع تقنية المعلومات والاتصالات قطاع مهم في حد ذاته في خلق فرص عمل وأيضا ناتج له دور في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن أيضا مهم لنمو القطاعات الاقتصادية الأخرى. لا يمكن أن تنمو القطاعات الاقتصادية من غير الباك بون اللي هو الاي سي تي. اليوم الكل يتكلم عن ديجيتال ايكونومي، عن دول أو اقتصاد مبني على المعرفة، وإحنا البحرين الحمد لله الحكومة خلال السنوات الماضية أوجدت بنية تحتية متطورة للاتصالات وأيضا بيئة استثمارية تستقطب الشركات، ودليل على ذلك أن أكبر الشركات العالمية اليوم تستثمر في البحرين وتستخدم من سوق البحرين لانطلاق للأسواق المجاورة. المؤتمر يجمع تحت سقف واحد كافة الأطراف الفاعلة في مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتبادل المعرفة وتنمية فرص الأعمال، فضلا عن البحث عن حلول أكثر متانة في هذا القطاع. كما تسعى هذه الفعالية إلى تعزيز القدرات الابتكارية وتنشيط المواهب المحلية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الآن يعقد للمرة الثامنة وبالتالي في استمرارية، وليس فقط الاستمرارية هي اللي يعني تعطيه أهمية، ولكن النمو. أول مرة اليوم عندنا حوالي 60 شركة عارضة، من بينهم جناح خاص حق الشركات تقنية المعلومات الهنغارية. فبالتالي هذا يعني ان البحرين تهيئ نفسها رويدا لكي تستقبل راس المال الاجنبي المباشر فيما يتعلق بقطاع تقنيه المعلومات. لا شك ان اذا تستعرضين العارضين من شركات كبيره مثل باتلكو فيفا الى شركات صغيره يعني اللي يسمونها ستارت اب اللي تبحث عن يعني مجال جديد لاعمالها. انا اعتقد انه مع فعالي من هذا في البحرين تلعب دور كبير على مستويين، المستوى الأول تنمية السوق المحلي، والمستوى الثاني إغراء أو جذب رؤوس المال الأجنبية. فرصة ذهبية تتكرر بشكل سنوي تفتح المجال أمام العارضين وتتيح الفرصة لهم لتبادل الخبرات والتعرف على كافة التقنيات التي يقدمها المشاركون فيه. لها الشركات بأنها تنفذ مشاريع في المملكة، فإحنا نشجع الحقيقة أن يتم عمل وتنظيم هالنوع من المؤتمرات وهالنوع من المعارض، لأن هذه تفتح المجال بأن جميع المؤسسات الرسمية وجميع الجهات المختلفة أنهم يكون عندهم اطلاع، يشوفون إيش قاعد يصير في عالم التكنولوجيا، ويشوفون وين وصلت التقنية، وين شنو آخر التطورات في المجال. في نفس الوقت هذا يعطي مجال للشركات بأن هي تخلق علاقات جديدة، بأن هي تسوي فرص عمل جديدة في المملكة عندنا. 500 قائد وخبير في مجال تقنية المعلومات بالإضافة إلى 60 عارضا من عدة شركات متخصصة في تقنية المعلومات محلية وإقليمية ودولية يطرحون جديدهم في هذا المؤتمر. حدث سنوي رائد يستقطب أهم الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات، يتبادلون في جلسات نقاشية موسعة آخر المستجدات في هذا المجال. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.